بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس ده ان شاء الله يعني هنتكلم فيه على البيرد بطريقة أساسية، يعني هو الأساس بتاعنا. واحنا زي ما قلنا ده هيبقى درس يعني زي مخطط للإندلس رانر جيمز. الإندلس رانر جيمز زي فيكتور مثلا، الألعاب اللي هي النوع ده اللي هي زي فيكتور، زي فلابي بيرد اللي احنا هنعملها دلوقتي، زي مثلا ماجيكال رايد اللي هي اللي على الفيس اللي على الفيسبوك. الالعاب دي بتعتمد بالاساس يعني على العوائق اللي جايه لك، خلفيه بتتحرك، انت مجرد بس بتتحرك. هو ده العنصر بتاعك، هو انك مجرد بس عندك اوبجكت واحد هو ده البلاير، ما عندكش عوامل تانية بتأثر في اللعبة غير ان انت مجرد بس بتتحرك، وممكن يكون حتى اللعبة كلها ماشية بزرار واحد، وده اغلب ما بيحصل. فاحنا هنتكلم على البيرد، وهنتكلم على البيرد النهاردة. بس طبعا عشان نتكلم على البيرد لوحده يعني الأول هنجهز الروم بتاعنا، الخلفية، الأرض، مش عارف ايه، يعني الخلفية، الأرض، السما اللي يعني تتحرك، وهكذا. هنبدأ إن شاء الله دلوقتي. نفتح الجيم ميكر ستوديو. انا عندي هنا مجهز الريسورس، المصدر اللي انا هستخدم بيه اللي هو السبرايتات والخلفيه وهكذا. وهي دي إيه دي لو ممكن تحملوها هتلاقوها في، يعني هي موجوده على الانترنت وموجوده في الديسكريبشن تحت ان شاء الله، هتلاقيها في الديسكريبشن. هي دي، هو ده الاساس بتاعنا، هو ده اللي احنا هنستخدمه. طبعا احنا مش هنستخدم الحاجات دي بمعنى ادق، احنا هنعمل زي بروتوتايب، زي يعني الاساس بتاع اللعبه. احنا ما يهمناش الجماليات على قد ما يهمنا السيستم بتاع اللعبه ازاي هنبداه. يعني ممكن ناخده الخلفيه دي، ممكن ناخده الخلفيه دي او دي، شوف احنا عايزين ايه. يعني ناخده الخلفيه دي اللي هي رقم واحد دي، ونضيفوها ونبداوا بيها. يلا بينا نضيف باك جراوند، لود باك جراوند. بعد كده نجهزوا الملف هنا، الريسورس اهو، تمام. وادي هي الخلفية عندي، انا عندي عايز الحتة دي بس، انا عشان عايز الحتة دي بس خدها كده. تمام اظن كده صح. نمسح كل ده مش عايزينه، هنضيفه دي، نعمل لها كروب. هنا احنا عرفنا دلوقتي مقاس الروم اللي احنا هنستخدمه، من ان احنا عرفنا الويدز هنا والهايت هنا، الاتنين دول هستخدمهم ان انا اعمل الروم على قد الحجم اللي انا شايفه ده. هي اللعبه هتبقى على الاساس ده. هي اي نعم صغيره الشاشه، ولكن هي المغزى بتاعها اللعبه نفسها ممكن تمشي على الاساس ده. هنبدأ الباك جراوند، هنسميها مثلا باك سكاي مثلا، اي حاجه، المهم يعني كتمييز ليها. هنعمل الروم. الروم هو مديني الاول تاب اللي هو سيتنج، هنعمله زي ما احنا شفناها 144 باين و256. هنضيف الباك جراوند، الباك جراوند هنختارها من هنا. تمام، ادي الباك جراوند كده، ضفنا الباك جراوند. كده دي اول مرحله هنكمله. هنضيفه بعد كده الاوبجكت اللي هو الاوبجكت البيرد نفسه ايا كان اسمه، شوف احنا عايزين ايه نسميه ايه. كده احنا عملنا الاوبجكت بيرد. هنجيب السبرايت بتاعه من نفس المكان، الريسورس بتاعنا. ناخدوا السبرايت بتاعنا، يعني مش عايزين ناخدوا وقت كبير قوي فيها، هنجري اللحظات دي. يعني ممكن ده وممكن ده وممكن ده، عادي يعني مش بتختلف الالوان قوي. هناخدوا ده ونحذفه ده،
ادي ده سبرايت بيرد كده، نبقى احنا عملنا الاوبجكت نفسه. الاوبجكت بيرد ده مثلا هيبقى مكانه هنا يعني، ونوعا ما ممكن نقربه نبعده شويه كده مثلا 8. فوق كده مثلا تمام، عشان يبقى حجم الروم هو بيقع، فعشان ناخده يقع كده فاحنا نلحقه كده. عملنا الروم عشان نزود بس الانسيابية بتاعت او الشكل الجمالي بتاع الروم نفسه. هخلي سرعته 60، دي سرعة اللي هي الفريم، كل فريم كل ثانية يظهر كام فريم، اللي هي زي حركة الكاميرا مثلا. لو عندك كاميرا هي بيلقط كام لقطة في الثانية، فدي هنقوله القط 60 لقطة من اللعبة في الثانية، بحيث ان يخليه فيه يعني مرونة شوية في اللعبة. هنبدأ بالطائر. هنعمله اول حاجة خالص ان احنا هنجهزه في يعني اول ما يدخل اللعبة هنقوله اعمل لنا جرافيتي جاذبية تنزله لي، وليكن مثلا 4 من 10، ولو ممكن نقللها كمان شوية وكده ماشي تمام كده. جرافيتي 4 من 10، ونقول له كمان يعني ممكن اول ما اضغط بالماوس ضغطة يحصل ايه، اقول له الفي سبيد. الفي سبيد اللي هو السرعة الافقية تبقى سالب، يبقى سالب اللي هو لو نازل يبقى موجب، لو سالب يبقى لفوق اللي هو لفوق. فاحنا دلوقتي هنخليه مثلا سالب 4 مثلا او سالب 8، سالب 8 بحيث ان هو اول ما يضغط ضغطه يبقى سالب 8، وبعد كده ينزل تاني بتأثير الجرافيتي اللي احنا عملناه هنا. خلصنا الحته دي، ممكن حتى نجربها يعني، هي مش محتاجه يعني بس ممكن نجربها عشان نشوف نتابع هيحصل ايه، ولو ما عجبناش نسبه في الرقم نفسه نعدلها. يعني ممكن هو وقع فجأة جرافيتي صعب شوية، اهو احنا يعني هنا احنا ممكن دلوقتي نقلله جرافيتي شوية بحيث ان احنا نبقى نلحقه نشوفوه عشان هو جري بسرعة جدا. نقلل جرافيتي شوية نخليه مثلا 2 مثلا ونظبطه كده نجربه. يعني لو عايزين نقللها كمان نقللها تاني. هو المفروض يعني يقولي ريدي سيت جو جودة، بس احنا يعني احنا عايزين نعمل تيستنج. الحكاية دي مش صعبة يعني، هو مش عايز يطلع فاحنا نطلعه من الاول خالص. الحكاية دي يعني ممكن نعمل نضيفه احنا اساسا عشان نجربه، ممكن نضيفه الاول ما اضغط على حرف R مثلا كتيستنج يعني، ملهوش علاقة بالجيم نفسه بس عشان يريحنا احنا في الجيم ميكنج نفسه. اول ما اضغط R يعمل لي ريستارت، وهنا بقى نزوده شوية نقلله شوية الحكاية دي. احنا عملنا روم سبيد 60 تمام، نجربه اهو اظن كده حلو نوعا ما. ال يعني تمام، ما اظنش يعني ان هي محتاجه شغل تاني، بس عشان نضيفه شويه يعني شويه اضافات شويه على البيرد نفسه، ممكن نخليه اول ما يضغط جناحاته تتحرك، واول ما ينط يعني يبص لفوق. فالحكايه دي ممكن نعملها ازاي، ان احنا نخليه الانجل ايمج انجل بتاعه الزاويه بتاعت الصوره زاويه السبرايت نفسه اللي احنا شايفينه ده تبقى اعتمادا على الدايركشن بتاعه. فاحنا عندنا دلوقتي البيرد ده اول ما بيبقى بينط فوق الدايركشن بتاعه بيبقى 180 كاحداثي كمحور سيني وصادي. يعني لو بصينا هنا ده احداثي محور سيني وصادي، ده ال 180 ودي الصفر ودي ال 270. فاحنا ممكن نخليه يعتمد على الحركه بتاعته بانه يغير شكل السبرايت او الاتجاه بتاع صورته. فاحنا دلوقتي نروح نجربوها نعمله في الستيب
ستيب ايفنت اللي هو يعني طول ما الجيم مفتوح ده المعنى الستيب، او طول ما كل ما فريم يجي جديد هنعمله ايه؟ هنعمله ان الايمج انجل الصورة اللي انا شايفها بتساوي ايه؟ بتساوي الدايركشن. هنشوفه هيحصل ايه، نجرب. هو كده بقى يعني بيطلع بيتكي ينزل بيتكي يطلع بيتكي ينزل. يعني احنا عايزين نقلل نخليه سنسبل شويه،